رشمية بتحكي بالرواية عن جريمة شرف حصلت بلبنان بال 14. نحن جربنا انه نحط الاهتمام تبع المسرحية الراقصة على نفسية هالمرأة، كيف تحققت يعني كمرأة، وكيف تحققت كأم، وكيف يعني عيشت هالضغط اللي بتضيع كان بهالوقت، وقت الواحد بيكون بلش يعني يشتغل أما يعيش على صعيد شخصي، بينما عوايد الضيعة بتحكم للناس إنه يكونوا ضمن نظام معين وضمن بنية كتير كتير قاسية. المجتمع مثل ما بيصير بكل حرب، فهيدا هالشي عامل الحرب والمجاعة عامل حتى الناس يتصرفوا غير عن ما كانوا يتصرفوا فيه بحالة طبيعية. وجربنا بالمسرحية بهالرقص خلال الحركات خلال التابلويات نورجي الحب، نورجي الفرح، الحزن، الغيرة، ونورجي كمان كيف الواحد بيقدر يضيع وقت اللي بينحرم عن الحب.